في إطار جهود أفراد الدرك الوطني لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من إلقاء القبض على 5 أشخاص يقومون ببيع أجهزة حساسة نوع الدرون. العملية جاءت بعد تصفح أفراد الفصيلة لأحد صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك لشخص يقوم بنشر على حسابه باسم مستعار طائرتان بدون طيار نوع درون، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتتبع صاحب الحساب للإيقاع به. على إثر ذلك وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية الشخص أين تم توقيفه، وبالتعمق بالتحقيق وتفتيش مسكن المشتبه فيه تم ضبط بحوزته 3 طائرات بدون طيار درون نوع جيجيريك من صنع صيني مع جميع لواحقها. العملية مكنت من توقيف 5 أشخاص مع حجز هذا العتاد الحساس. تم تحرير ملف قضائي وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.